حلمه أكبر منه بكذبة صغيرة بيوهم كل الناس. واللي بيقدر يضحك غصبا عنه بيربح كل العالم بالإحساس. يعني هي هي بالدمعة وبالغنية فيك تعيش سنين يا رب. ميت اهلا وسهلا شرفتونا والله. شو مالك؟ روح لي شوي لشوي. حاضر. ترى شو القصة؟ شرفتوا يا جماعة، اهلا وسهلا فيكم. يا اهلا الله يبارك فيكم، اهلا وسهلا شرفتوا. يا اهلين اهلا وسهلا، الله يبارك بعمرك. معقول يا ابو منير شايف الاستاذ مسعود؟ معقول يغلط هي غلطه؟ والله ليش هيك تصرف انا ما بعرف. شوف يا ابو منير، انا ما بدي اعمل مشكله معه. الزلمه بحبه وبحترمه من ايام كان موظف عندك في المكتب. واذا قالوا عندي شيء يتفضل يجي ياخذه، باب مكتبي مفتوح. نتصافى ومثل ما بده بصير. خلص ولا يهمك استاذ، انا بدي ادش شو الموضوع وبجيبه من ايده لهون لعندك. لا انا بروح لعنده بشوفه وين ما بده، ما بدي انحسب على حدا وادخل معارك مالي فيها، نشفت عيوني حتى وصلت لهون. بصير خير، يلا السلام عليكم. عليكم السلام، الله معك، اهلا وسهلا. استاذ فهد بدون ما ياخذ اذن. اهلين من دكتور علي. مو مشكله، جيب لنا صحن فاضي للدكتور ومعلقه وفحل بصل، وكمان جيبوا لنا ابريق شاي خمير وفطير مع كاستين فاضيات. شكرا. شو صار معنا بعد الصوت؟ قل لي لشوف، مين عندك بالعيله بيشتغل سياسه؟ صهره جوز اختك فاطمه وهلا هن باستراليا. طب ليش ما قلت لي؟ شو بدي اقول لك؟ شو دخلني بصهري؟ انا تعبت 10 سنين حتى جبت دكتوراه بالتخطيط والنقود،
وما في غير أربع أشخاص عرب معهم هيك مؤهلة. ما بهم. الجماعة اللي كنت عندهم عم يدعموا توجه القيادة بالشغل مع الكفاءات. ليش أنت جايبتيهم؟ شو وينه الأذان؟ ماشي. مسعود احكي مع صاحبك بالاتصال. في عندنا سبع بيانات استيراد وتأخرنا على الزباين. مين دكتور مهاب؟ أنا بحكي معه. كيفك مهاب؟ فأس الموضوع من تحت رأس اختفاق من زوجها. هي نفس القصة من 25 سنة. في بيانات استيراد لمكتب الأستاذ مسعود. واحد من موظفينك عم يأخرون. أوكي بشوفك. مع السلامة. جاهزين؟ طيب. شوف دكتور علي، نصيحتي إلك تزوره للأستاذ مضر بمكتبه وتبارك له بمنصبه الجديد، وهو أكيد رح ينسى كل شيء صار بيناتكم ويخليك بشغلك. ما بدي، بدي هاجر. عن جد عن جد بدك تهاجر؟ من جد مليت مسعود. كل ما برشحوني على منصب مهم بيطلع لي ملف صاري. شو بعمل؟ حتى لو طلقت اختي ما رح اخلص. مليت مليت وانا عم بشتغل موظف تحت تصرف الوزير. بقى خليني هاجر احسن. بصراحه جايين عقد عمل بجنيف، خبير بالبنك الدولي. بس لازم اتشكرك على كل شيء عملته معي وما رح انسى لك اياها. واجبنا يا رجل، ما عملنا شيء. سيه ضرب فول بزيت. لولا مسعود كنت لهلا عم اشتغل خادم عند استاذ نجيب. لو بتعرف شو بيحكي عليك. بيصلني فخور كثير انه تلميذه طلع فاسد اكثر منه. المهم كيفهم اهلك؟ المره الماضيه شفت خالته ام زهير، بيني وبينك خجلت احكي معها. مناح مناح. حنان عم تقضي وقت. جيها خطابه ما بيعجبها، ما حق. عم نشتري لها بيت. وابو زهير بده يعمل ثوره على الفاسدين والفساد وبده يحرقهم بالحكي. شو صاير للناس ما بعرف. من وقت ما استلمت شغلي بقسم المرجل وانت بتعرف الاستاذ نجيب كان واسطتي، عم شوف شوفات بتشيب شعر الراس. الله وكيلك في ناس عم تبيع اولادها، واللي جاي رح يكون اعظم. انا صاير وحش عشان ما اضطر شي يوم بيع اولادي. ما الله مضطرين نبرر اي شي بنعمله. بس اللعب بين القوانين مسموح. بس مخالفتها ممنوع. حنان لساتها عم تشتغل بالمكتبة؟ يلا عم يعملي لنا همي. الله يخليكي. تدعني الله يرضى عليك رضى بأغراضك. حاضرتك. يلا حبيبي بسرعة. همي الله يخليكي ما تاخذي إلا الشغلات الضرورية الغالية على قلبك، هالفرش وهالكم قطعة وهالكم كركوبة تركي لنا إياهم. لك امي كل شيء غالي على قلبي. هلا شويه الفرش وهالشغلات المعفنه غاليه على قلبك. لك امي لا تجننيني. عم تقول عنهم معفنين؟ هدول الكراكيب انت تربيت عليهم. بعد من طريقي بعد بطلت روحي. الله انتبه سخنها. صار لي زمان ما طبخت شيء بيعني لي هيك. وشو بيعني لك السبانخ؟ انت بس شوف سبانخ بتذكرك ما بعرف ليه. شو فكرتيني بباي؟ على حال انا ما بحب تتذكريني بهالطريقه. طيب والرز؟ لساتك على عادتك بتحبه مخبوص؟ ليش كيف كنت حبه؟ والله صدقني ما بتذكره ابدا. بس انا بتذكر منيح. ما بنسى عليا لما كانت تطبخ لك وتعزمنا. دخلك شو صار فيها؟ منيحة. تزوجت على كندا. التقيت فيها؟ لما بكون بكندا بشوفها. جوزها شلون؟ رجل كثير محترم. والله. طيب في سؤال هيك ببالي من زمان وجا بالي اسألك اياه. انتوا ليش ما تجوزتوا؟ لأنه مو بالضرورة كل حدا منحبه وبيحبنا بيزبط إنه نتزوجه.
يمكن عم تسأل حالك شو بدي منك. لهلا عم بتحذر. من الآخر، أنت عندك 4 زباين معترضين على المخطط الأولي للمنطقة الحدودية الرابعة، وأنت عندك أرض هونيك. طيب، شو بدك لحتى تدخل أرضي المخطط التنظيمي وتقبلي اعتراضات زبايني، وبالأخص إدبار هيثم الديب؟ أنا بحب هيك فوت المواضيع قص، لا لف لا يمين ولا شمال. شو بتدفع؟ بدفع عمري كله. ما بيلبق لنا نحكي بالشار ونحن عم نساوم بعضنا. مثل ما بتعرف، نحن أولاد فساد. الحقيقة أنا لساتني بالفساد مستجد، بس اللي بعرفه إنه ما شاء الله عنك ويخزي العين، أنت بنت فساد أباً عن جد. تركنا من كل هالسير وخلينا بموضوعنا. شو بدك لحتى تأخري لي المخطط النهائي 6 شهور بس؟ بدك تفهمني أنت شو بدك تعمل. بدي اشتري كل الأراضي اللي على تخوم المخطط التنظيمي، والأراضي اللي جوات المخطط التنظيمي اللي أصحابها ما بيعرفوا أنا دخل التنظيم. بالمنطقة الرابعة كلهم على بعضهم بيطلعوا حوالي 150 بنو. فكري هيك على رواق بمبلغ مقطوع وخبريني بس بالنهار مو بالليل. وليش بالنهار؟ لأني بوفر الليل لشغلات أهم بكتير من الشغل. أنا آسف، بس يبدو بغمرة هالشغل واحدنا بصير يخافها أو يستغرب إذا قلبه قال بدي دق. إيه، ولا عاد مصدقين حدا، أو ما عاد منصدق حدا، حتى الحب نفسه ما عاد مصدقين. والله المرة جاي على بالي كتير صدقه، بس بخاف مطلع جبنا. احكي عن حالك. أنا ما عاد مصدق أي شي بهالدنيا، فقدت براءتي لآخر عمري. اسمعني جبانة، بصحتك يا شريك. ضايجة ما عندي شيء أعمله، عدي. وينو سيدك؟ بالقهوة وبنتي نايمة. ناصر عم يحاكيكي شيء؟ ليش شو خطر لك إنه يكون عم يحاكيني؟ لقطت كيمياء قوية بيناتكم. حاكاني، بس أنا قلت له لبقى لسه فيه. مالي قد مغامرات عاطفية. هساوي قهوة. يعني قلتي له لا يحاكيكي مشانك مو مشانك. مشانك؟ ليش أنا اللي بعرفه إنه هو صديق قديم ومن 7 سنين مانك شايفتي. مالي خبر إني قربت على حدا بخصك. هو ما بخصني بس بيناسبني. بيناسبك؟ ليش انتي بتناسبيه؟ ما عاد اعرف مين بناسب ومين بناسبني. حاسه حالي عم خبص. شي بحس انه مسعود قدري لحتى موت.
مشي بحس اني بعمري ما حبيته، مشي بحس انه السبع سنين اللي عشتها معه كذبة كبيرة صدقناها وعشناها. هلا طلع لي بازل لحتى يخليني اندم على اليوم اللي قبلت اتجوز فيه مسعود، ما هو بالاساس ما بحبه. ولك انت بدك بازل وبدك مسعود وبدك شي اربع خمس زلم تحبيهم وتضيعيهم بعدين من ايدك حتى تعرفي مين بيناسبك ومين اللي انت بتناسبيه. كأنه في حكي كتير لسه لازم نحكيه ما كملنا. شو بيفيد الكلام؟ أي فعل بيقربنا أنا وياك من بعضنا أكثر، يكون مفيد ولطيف. انتظرتي تليفوني؟ ما انتظرت، بس عرفت أنه ما خلصنا كلام. حاكم الكلام بهالأيام مثل جرعات الكوكايين، في ناس ما بيقدروا يناموا حتى ياخدوا كفايتهم. هاتي لشوف نحن ليش ما بنبقى مع بعضنا؟ ما بعرف، بس السؤال المنطقي ليش ما منفكر نكون مع بعض؟ بدك تدير بالك معي، أنا ومرة ماني على حافة السرير. وانت كمان بدك تديري بالك، أنا ماني رجل على حافة الكنباية. انت ليش طلقتي؟ خليني اقول لك تصبح على خير، لأنه بتكفيك هاي الجرعة لليوم قبل ما تسألني ليش توفى جوزك الثاني. ايه وانت من أهله، بس تذكري أنا كثير بحب الأوفر دوز. ها شو صعبين تقفكم؟ حنون 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 ايه بدي تروح معي بكرة؟ لوين؟ لاشتري بيت. اثنين أحسن من واحد. بيت؟ هذا أحلى خبر بالعالم. وين؟ عم فكر بأشرفية الصحنايا. هواها نظيف ومو غالي، بس بنعبي مي بالصهريج. ها؟ لك دخيلك بنعبي مي بالصهريج. المهم بيت، إن شاء الله بآخر ما عمر الله. طيب. أنا شايف بيت. إذا عجبني رح أشتري فورا. ماشي. شو؟ شو شو؟ أحكي أحكي مين لمدته؟ أه أمي خلص هو هي. ألو فضيتي لي؟ تعال خدني. ليش وين أنت؟ سهرانة مع رفقاتي بابتوما. طيب أوكي يلا جاي جاي. ليكي اطلعي ما بدي فوت لجوا أوكي؟ بعمل لك رنة بتطلعي. باي. Thank you.
بني شي درس عم يوجعني شوي. مصممة تهيني هلا مو موضوع تهينك، بس انا برايي بدها تحملك المسؤوليه عن كل شيء، بدها تنتقم منك ومن حالها. لا لينا بعمرها ما كانت تعتبر سخيفه. عم احكي لك شو صار معي، شيء غريب ما عم اعرف شو بدها. بدها اياك بس بشروط. تفضل. تفضل استاذ. السلام عليكم. اهلا اهلا. سلامات. تفضل تفضل. سيد وائل شريكي وصديقي فراس. اهلا تشرفنا. اهلا وسهلا. الحج جاهز وقرر يبيع. زبونك وين؟ قرر يبيع ولا ما خبينا عليك شيء استاذ مسعود؟ خليك 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 خليك، الموضوع كبير. خليك اخي فراس. معلش معلش تصرف انت، انا عندي شغل. بالاذن. اهلا وسهلا. تفضل. طيب على راحتك. اهلا وسهلا. شرف شرف. شو بصاحبك عم يطلع لنا بطرف مناخيره؟ انا هون دلاله بس، مالي علاقه بالقصص الثانيه. لا وشاهد. وشاهد بس مالي طرف بالقصة كلها. هاي شركة كبيرة محترمة، ما بتعرف تارات شخصية. وهو المطلوب؟ بدي مقابل الشهادة والتقرير الطبي والزبون 15 مليون مقطوعة، ومالي علاقة بعدين إذا قدروا يرجعوا مصاري وشلحوكم ياهم. لكان إذا هيك خليني راجع الوالد ورد لك خبر. راجعه. لكان بالإذن. سلمنا على الحجي. الله يسلمه. اتصل ابو محمود على انت بتعرف رقمه معك؟ معي. يلا رجعي اتصلي له. في دفع. منى. ايه منى؟ والله يعني ما بعرف، عم بستنى الاستاذ مسعود، بدي بعتني قصر العدلي وبعدين برجع. ماشي ماشي. شو طبختي لنا اليوم؟ ايه ايه طيبه طيبه، هي طيبه بحبها. شو صار معنا؟ والله يا قلبي ما بدهم يبيعوا. ايه ونحن ما فينا نجبر حدا يبيع رزقه. ايه بس في ارض ثانيه يا قلبي، التخم الغربي من ارضك. ايه بتطلع حوالي 20 درهم. مين صاحبها هي؟ محسوبك الداعي. اني انا 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 ايه اني الي يعني. سكر يلا، مسافه الطريق بكون عندك. يا مولا يا عيني هلكتي. خلص اجا معلم. اجا معلم. باي باي. كيف علاقتك بالاستاذ مضار؟ ممتازة. ماشي. لكن العقار 432، عقار ناريف. بدي اياك تجيب لي اخراج قيد عقاري لكل الاراضي المحيطه فيه، كلها حتى اللي انباعت وانشرت من 5 سنين، من اصحابها ومن ملاكها. بدي اياهم اليوم يكونوا على مكتب المسويات. ها اليوم؟ ايه اليوم. المساء؟ المساء. من عيني. تكرم عينك استاذ. بابا ملاحظ انك صار لك شي اسبوع بتعاملني كاني غير موجود. ما قصدي ما قصدي. شلونه شغلك؟ منيح منيح. ايه الحمد لله. انا بالاذن. لك ملاحظ إنه إلك 4 أسابيع ما رحت معنا على جلسات؟ ماني مستعد ضيع وقتي بانتظار دور غبي، والمقابل فينا نحجز بأحسن مشفى وما ننطر ولا دقيقة. لا تنسي موعدنا حنون الساعة 4. أوكي مالي نسي يعني حبيبي. بدنا نروح مشوار صغير. فراس شايف بيت وحابب يشوفه معه، يمكن يشتري. إيش علي؟ الظاهر أبوكي معه حق، نحن ما عاد إلنا لازمة ورأينا ما بهم حدا. ماما شو هالحكي؟ القصة وما فيها إنه أنا بخاف أقول رأيي تزعلي مني. نحن صايرين عم نتصيد لبعض بهذا البيت، الشاطر اللي بده يفوت جول على الثاني. وطبعا دائما الحق علينا يا ست حنان. لا هالمرة الحق على الاستعمار. ما أنت وجيلك بابا من نظرية إنه الاستعمار هو اللي ما عم يحقق الوحدة العربية والديمقراطية. وكمان هون بالبيت الحق على الاستعمار هو ما عم بيساهم بلم الشمل تبع عائلتنا العظيمه.
معه حق ماما ما يسألكم رأيكم، لأنه كل الوقت نظرات شك واتهام، كأنه قاتل قتيل أو عم يتاجر بالأعضاء البشرية. كل الناس بتفرح لما أولادها بيصير عندها بيوت، إلا أنتو بتضلوا عم تقصوا وتدوروا من وين جاي بالمصاري. خلونا نفرح بشي شغلة بقى، حاجتنا، خلينا نطلع من هالحارة الزبالة. احترنا إن حكينا ما خلصنا وإن ما حكينا ما خلصنا. ألو، إيه زاهر؟ شلون؟ شلون يعني؟ أيوه، مين؟ مين؟ إيه، ماشي ماشي، يلا اتكل على الله. هاي الأرض اللي بدك تشتريها من عماد المحمود لحتى تبيعني إياها؟ لا يا أخي، أنا وعماد المحمود، أنا اشتريتها من شهرين هاي. شوف، أنا ما عندي مانع كب بسلة زبالة 100 مليون ليرة، بس لا حدا يضحك علي ولا حدا يستشحشني ولا حدا يتزاكى علي. الله يرضى لي عليك، خلينا نتحاور أنا وياك حوار الناس الأذكياء. أعوذ بالله، أنا بدي أتزاكى عليك، هاي الأرض ما بتصير معي بفرنقين. ليش؟ قولت عبد الوهاب من غير ليش. وقولت فهد بلان هاي لمي. من الآخر، هاي الأرض طريق. طيب، أنا بشتري هالأرض على عيبتها، بدفع بالمتر 50 ليرة، بس إلي شرط، بدي إياها كلها محضر واحد، 100 دنم ما بينقصوا دنم. حكي مع أصحابها، إذا وافقوا يتفضلوا بكرة يفرغوا لنا إياها وبتكلن حقها، وإنت إلك حلال زلال 500 ألف ورقة. يا سيدي، هذا الزلمة طشر، معقول بدي يشتري أرض بالمخطط الطريق نازل من مصر؟ يا سيدي يشتري اللي بده إياه، رزق الهبل على المجانين. وين راح هذا تركني بتشول؟ يا علي الحلال تركني. أستاذ مسعود، أستاذ مسعود، عجبك؟ ايه حلو، حبيت التقسيم تبعه. مساحته حلوة ها؟ ايه، أنا بحب البيوت اللي هيك كلكونة. اشتري؟ ايه. طيب، توكلنا على الله. 500 ألف دفع أولى، 500 وقت الفراغ، بعد شهرين تسليم ها؟ كيف في لك المبلغ؟ ماشي الكلام. على توكلنا على الله. توكلنا على الله. تفضلوا على المكتب شرف. يلا ثواني. جايبي هويتك؟ ليش؟ شو الستات صاروا يشهدوا القيام؟ لا، النسوان صاروا يتملكوا. هذا البيت لك حبيبتي. لي أنا؟ إيه مبروك. في ناس عن جد عم تحكي؟ إيه. يلا سلام. شرف. شكرا. وانا بطلع قرض على البيت وبلحق في القرض، بيقوم البنك شو بيعمل؟ بيحجز على البيت، بيبيعه بالمزاد العلني. العذرة تحميك، اوعك تفكر انه انا ممكن اقفلك. فراس، نحن شو صاير لنا؟ متعة الملكية. استمتعتي حنون؟
فراس، انت ليش بدك تهديني بيت؟ انت غالي على قلبي كثير حنوه، ومثل ما قلتي اذا اتخانقت انا ومرتي بروح بحرد عندك، وبحب اولادي يقضوا نهار العطله عند عمتهم. فراس انت عم تضحك على حالك ولا عم تضحك علي؟ انت اشتريت لي بيت لحتى الاقي عريس. اي هي الحقيقه؟ هذا هو الاكسسوار المكمل للبضاعه المعروضه قبل ما تخلص مده صلاحيتها وتكبوها بزباله. طبعا صار عمري 38 سنه. بنت ابوكي بتشكي بتخافي تقولي اني بستمتع بشيء. بتتذكر لما كنا صغار؟ لما زهير كان يعمل بابا نويل ويدق على الباب جايب لنا هدايا مشان يفرحنا. انت الوحيده اللي كنت تقولي انه هذا مو بابا نويل، هذا زهير. حتى الكذبه البريئه ما كنت تخلينا نستمتع فيها. ليش تركتي وسام؟ مو لانه ما لقيتوا بيت تسكنوا فيه؟ لا، مو صحيح هذا الحكي، وسام خانني مع رفيقتي، ولا انت كمان صدقت؟ انا مستعده انام على الرصيف. خانك وسامحتي؟ لا ما سامحته. لا سامحتي؟ خانك وسامحتي؟ بكفي حنان بكفي. شو يعني نحب واحد وخاننا مره؟ شو يعني؟ شو يعني؟ كل مره نفس السيره، بنسامح ايمتى ما بدنا، وبنرجع بنبحبش بالماضي ايمتى ما بدنا، بس حتى نرضي حالنا. وينو بابا؟ أبوك اتصل بمسعود وراح لعنده على بيته الجديد. صحيح مسعود ساكن بحي الفيلا؟ أجار أجار، لا تخافي، مو ملك. شو بالكم؟ ما في شيء. كيف يعني ما في شيء؟ ماما ممكن أسألك سؤال؟ أنتوا ليش جبتونا على هالدنيا؟ وليش ربيتونا هالترباية الزفت؟ ولك شو بالكم اليوم؟ شبكن اليوم كلكم جانين؟ انتي وابوكي واخوكي، بس فهموني انا شو القصة، فهموني لحتى جن معكم، بدي جن واخلص بقى. فعلا ما في شيء. شو اللي عجبك البيت؟ ايه عجبني. ان شاء الله عبال الملك يا رب. الله كريم. ينشرى عمي. شرفنا جوا على الصدر. هدول البرقانات انا قطعت لك اياهم، تقطيع ايديا وحياة عيني. يسلموا ايديك يا رب. يلا باشا. شو صار معك؟ جيب لنا المشروب. قل لي لشوف عمي. شو القصة؟ ليش هيك صرنا نخاف منك؟ بنخاف نقول لك اشترينا شغلة غالية. إن كانت بيت، إن كانت سيارة، إن كانت جاكيت غالية. لك أنتم ما بتخافوا من الله، لا تخافوا مني. ليش عم تحكي علينا؟ قل لي. ولك يا مسعود، شو اللي جرى لحتى صرت من أعدائكم وحساتكم؟ شو اللي جرى فجأة لحتى صرت عم صد كل الوقت هجومكم علي؟ أنتم ما بتقبلوا نقدي ولا بتقبلوا آرائي ولا أفكاري. وأنا ما بقدر على صدكم. ما بقدر على هجرانكم بهالطريقة. اسمع لك مسعود، أنا ما بيالي من هالدنيا إلا أنت وحنان وفراس. ما بقدر على بعدكم عني. أبو زهير، نحن من حقنا ندافع عن نفسنا وبطريقتنا. ملينا ونحن نفسر لك ونبرر لك ونشرح لك. نحن ما عملنا شيء برات القانون. كل شيء اشتغلناه بالقانون. بس انتوا فسرتوا القانون على كيفكم وكيف شركائكم. هاي مانا جريمة لحتى تحاسبنا عليها. لازم تقلنا برافو. هذه حصيلة تعب ودراسة واجتهاد وخبرة مكتسبة. خبرة مكتسبة. يبدو صعب انه نتفاهم. اسمع مسعود، خبر فراس وقول له انا مو ضده يصير قوي ولا غني. هلا ما عاد في شيء من آرائي يعجبكم، معقول؟ لك انتو كل حياتكم كنتوا تفاخروا بآرائي وأفكاري، شو اللي جرى؟ شلون هلا عم تشوفوها آراء تافهة وما لها قيمة؟ معقول تكون الأخلاق شغلة تافهة وما لها قيمة من وجهة نظركم معقول؟ نحن اللي بدنا نسألك أبو زهير.
ليش صار اختلافنا عنك من وجهة نظرك جريمة لازم نتعاقب عليها؟ ليش لازم تحطنا بقفص الاتهام ونقعد نبرر لك ونحلف لك ونقول لك مانا غلطانين؟ كل شيء اشتغلناه برجع بقول لك ضمن القانون، وحقنا ما نكون منشبهك بالحياة ونختلف عنك، هذا حقنا. هي المتاهة اللي بخاف منك العمري، واللي إذا دخلنا عليها ما بنطلع منها إلا وأرواحنا مدماية. ما نفرح بأي شيء، بنحب الخير لرفقاتنا لجيراننا، نطلع من هون لحلب مشان نبارك لرفيقنا لأنه اشترى بيت، بس نحن ما بحقنا نشتري بيت، ما بيصير نشتري بيت. آسفة عن جد آسفة، وين رحت نشغل بالي عليك؟ يمكن متضايق مخنوق، لما وصلنا على البيت كنت راح اضل حاسس حالي قاتل القتيل ولازم اخبي جثته. فراس عن جد هذا البيت الي؟ ايه لك حبيبتي. شكرا كثير. أنا هلأ أقوى وما عاد خاف من شي بالدنيا. حنون حبيبتي لا تخافي لا تخافي، نحن أقوياء أقوياء كثير قد ما تتصوري. وإذا أنا اضطريت أنزل أسبح بالنار وأتبلل خليكي أنت مثل الملاك حبيبتي، أنا في حاجة إليك طول عمري. لا ترد أحميك خلاص مش عم نبكي مثل الولاد الصغار. من زمان ما حدا هداني ورد، ومن زمان ما نطرت الساعة 12. مايا مايا بتتجوزيني؟ انت شخص طبيعي؟ مجنون؟ عم تخوفني؟ ليش انت بدك شخص طبيعي؟ بدي شخص مسؤول عن كلامه. المرأة تكره الرجال بيقولوا كلام بالهوى، وأنا رح أثبت لك أني مسؤول عن كلامي. بتعرفي الشام بالليل؟ عمري كله ما شفت رجال مجنون مثلك. تفضل. أنا بس زيي أغير أوعية. تفضل خذ راحتك. عيشي يا بنت عيشي، بكفيكي عاد تعتير ورفعت مناخير. يلا روحي بحكيكي بكره رح يوقف قلبي.
بنتك؟ ايه بنتي وزوجي المرحوم الدكتور عبد الكريم نعمل. كأنك حاطت شي على النار؟ ايه حطيت ابريق الشاي بس ما لقمته. اوكي. الماضي ما عاد بيفيدنا لما بيكون المستقبل قريب مننا لهالدرجة. شو عم بيصير معي؟ والله ماني عرفانة شو عم بيصير معي. ابني بعيد عني واللي بحبه اتطلقت منه، شو بدك احسن من هيك؟ ما عاد يرجع لك، خسرتي. لو بدي اياه يرجع لي ما كنت اتطلقت منه، بس مو يهمني لهالدرجة. Thank you.